السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو النهارده هيكون أكلة نتينة ترم العظم، ما عملتهاش قبل كده في قناتي. بعملها في البيت، مش بجيبها كتير بس بعملها، يعني يمكن أول مرة أعملها معاكم. النهارده هنعمل الكوارع والشوربة بتاعتها ازاي تبقى كويسة، ومش هسيبها زي ما هي سليمة كده، لا، لما أجي أقدمها في الشوربة هتبقى متقطعة مكعبات. ده كله ده هشوفه الفيديو. الكوارع أنا بجيبها ما شاء الله بتبقى نظيفة من عند الراجل، يعني زي شايفينها زي الفل اهي ما شاء الله. خلاص، الاول انا بغسلها ثانية واحدة. مهما كان جزارك، مهما كان الجزار نظيف، برضو لازم تغسلي الحاجة وراه. شطفتها مرتين بمية، وبعدين نقعتها 10 دقايق في ليمون وخل، وبعدين حطيتها في الخلطة بتاعتي دي. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح ودقيق وجنزبيل باودر، بحطهم وقلبهم مع بعض في برطمان كده، واغسلي منهم اي لحوم، كوارع بقى، فراخ، لحمة، اي حاجة عندك اغسليهم بيها. ان شاء الله انا الكمية اللي عندي قربت تخلص، هعملها لكم في فيديو باذن الله. يبقى انا غسلتها مرتين بميه وسبتها تتصفى من الميه بتاعتها، وبعدين نقعتها 10 دقايق في ليمون وخل وميه، وبعدين غسلتها وصفيتها، وبعدين حطيتها في ميه بدقيق، ب اللهم صل على سيدنا محمد، دقيق وملح وجنزبيل عشان بيشيلوا اي حاجه فيها مش كويس. وزي ما انتم شايفينها اهي ما شاء الله زي الفل، بتبرق زي الفل. خلاص، هتتسلق على مرتين. اغلب الناس عارفين طريقه سلق الكوارع، النهارده بس قلت اقول لكم على طريقتي فيها مش اكتر. خلاص يا بنات، الميه بتاعتنا ابتدت تغلي اهي، والكوارع زي ما انتم شايفينها زي الفل اهي، بيضه وزي الفل. هبتدي انزلها، هسيبها بالظبط تغلي ربع ساعه، وبعدين هرجع اقول لكم هنعمل ايه فيها، فاستنوني احط انا الباقي وارجع لكم. حبايب قلبي، خلاص الكوارع قعدت ربع ساعة، وبعدين طلعتها صفيتها من المية ورميت المية اللي غلت فيها اول ربع ساعة. بعد كده حطيت معلقة زبدة على النار وديني بشوح الكوارع فيهم. ودلوقتي هحط معاها بصل وطماطم. يعني اللي عملته ان انا بس انا كنت مصورة الجزء ده بس مش عارفة اتمسح، وانا لما جيت ادمجه ما يعني جيت اشوفه لقيته ما تسجلش. خلاص، صفيت الكوارع من المية الاولانية اللي غلت فيها ربع ساعة، وبعدين رميتها وحطيتها في معلقه زبده على النار بتتشوح. استعملي زبده، استعملي سمن عادي، استعملي زيت براحتك، تتشوح بس لمده دقيقه. دلوقتي دي الميه اللي انا هحطها بعد ما اشوح الكوارع بتاعتي. معايا بصلايه وطماطمايه وجزريه، بس انا قطعت الجزريه خلاص. هقطع الطماطم 4 قطع واربع تربع، والبصلايه زيها والجزريه زيها، وهحطهم يتشوحوا مع الكوارع مع الزبده. الكوارع بتاعتي اهي مع البصل والطماطم، وتحت اللهم صل على سيدنا محمد الجزر، بس انا عشان قلب. ادي الشوربه، ادي شوربه الكوارع بتاعتنا. حطيت بقى انا، عشان نسيت اقول لكم على الخطوه دي، حطيت انا فيها روزميري حطيت فيها سوري روزميري وكوبيبه صيني وحبهان وورق لورا. ما تكتروش في النكهات بتاعت الشوربه، كل ما بتكتر فيها كل ما بتحسي ان الشوربه مرره معاكي. خلاص، دلوقتي هضيف زعتر مطحون وبشره جوزة الطيب، حاجه خفيفه خالص، وهحط معاها ربع معلقه سكر علشان يسرع سواها مش اكتر، وهغطيها وبطي عليها، سيبها على نار هاديه ومع نفسها خالص. بقى عندك حل الضغط ممكن تختصري وتعمليها في حل الضغط على طول، مش عندك مفيش مشكله، ممكن تعمليها بنفس الطريقه دي. لما تخلص بقى هوريكم انا بقدمها ازاي، مش بقدمها بالعظم بتاعها، لا انا بقدمها اوريكم انا بقطعها مكعبات صغيره، واما تخلص بس هوريكم هنقدمها ازاي. حبايبي الكوارع بتاعتنا استوت اهي خلاص، علشان اقدمها هقطعها مكعبات، هخليها من العظم نهائيا. ادي الكوارع بتاعتي اهي، بعد ما اتقطعت زي ما انتم شايفين متقطعه مكعبات صغيره خالص، علشان يبقى سهل تطلع في المعلقه في الشوربه على طول. دلوقتي هحط لها الشوربه.